أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ صدق الله العظيم.